اكيد انت كمان فخور بنادي ريال مدريد، يمكن النادي الاكثر تتويجا بالبطولات القاريه، ولكن يليه في هذه البطولات النادي الاهلي. شايف ده ازاي ان النادي الاهلي يبعد يعني بخطوتين للحاق بريال مدريد في اكثر الانديه حصولا على البطولات القاريه، وخاصه انك كنت متواجد في 2006 طبعا ومباراه النادي الاهلي امام ريال مدريد وفاز بيها النادي الاهلي. أتذكر ذلك جيدا، عام 2001 كانت هذه السنة الأولى لي كمدير للنادي. كانت أجواء احتفالية للغاية، مباراة عظيمة. أنا سعيد لأننا لعبنا أمام جماهير واعية وجماهير تعشق كرة القدم. الأهلي فاز علينا بروبرتو كارلوس وراؤول وكاسياس وفيجو وكثير من الكبار اللاعبين، وهذا دليل، دعني اعترف لك بذلك، على عظمه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والفوز. هي كانت مباراه احتفاليه وديه باعتبار النادي الاهلي كبير القوم في افريقيا، وكنا نحتفل بذلك. الاهلي فريق عظيم وافضل نادي في الوطن العربي وفي افريقيا، وفريق يعرف كيف يفوز، ويجب على جماهيره ان تفتخر به، لان الاهلي له صاع كبير. ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الحالي كان لاعبا كبيرا ورئيس نادي عظيم، وساهم عندما كان لاعبا وعندما كان رئيسا في تتويج الاهلي، ولهذا استغل وجودي معكم عبر قناه النادي الاهلي لتحيه رئيس النادي.